النهارده حجاج بيت الحرام هيبداوا مناسك الحج بالانتقال الى منى وقضاء يوم الترويه استعدادا للتصعيد غدا الى جبل عرفات. خلينا نروح نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن يوم الترويه ونرجع على طول. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا يوم التروية علامة فارقة في رحلة الحج، حيث تفتتح أبواب مشاعر الحج المقدسة اليوم، ويشرع الحجاج في أداء مناسكهم استعداداً ليوم عرفة، الوقفة الكبرى في رحلة إيمانية عميقة. ويرجع أصل التسمية ليوم التروية، حيث كان الناس يرتوون من الماء قبل خروجهم من مكة إلى منى. لبيك لا شريك لك لبيك. في يوم التروية ينطلق الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما ويبيتون بمنى اتباعاً للسنة، ويصلون فيها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعد مشعر منى أولى محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، حيث يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة الثالث عشر لمن يتأخر، على أن تبدأ عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيداً لأداء الركن الأعظم للحج هو الوقوف بعرفة غداً، ويتم تصعيد الغالبية العظمى من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصاً على راحتهم. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. يعد موسم الحج الحالي من أكثر المواسم التي شهدت تطوراً كبيراً في استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم وسهولة أداء المناسك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.